اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ومختار نوح الخبير في الحركات الاسلاميه وحركه اخوان المسلمين، ليس فقط بحكم الانتماء السابق ولكن بحكم ايضا موقفه الشجاع المتفرد اللي خده في وقت مبكر جدا من هذه الجماعه في توقيت مهم جدا دلوقتي مع ظهور هذا البيان اللي واضح فيه اهميته من ناحيه الجهه اللي اصدرته، اهميته من ناحيه التفاصيل والمعلومات اللي وارده فيه، اهميته من ناحيه الأسماء اللي واردة فيه، أهميته من ناحية التوقيت قبل ساعات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. هل مرتبطين مش مرتبطين؟ برحب بضيفي الأستاذ مختار نوح. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا منورني. حسيت بإيه وأنت بتشوف البيان ده؟ كلام مقبول؟ فعلا يعني في مؤشرات بتقول كده. إيه انطباعاتك؟ والله احنا يعني عندنا معلومات مسبقة ان مسألة الاتصال استسهلت، مسألة الاتصالات بأمريكا وبالخارج منذ مدة طويلة من قبل الجماعة. كان الدكتور سعد الدين إبراهيم له دور في ذلك. الحفلة اللي تمت مع السفراء الغرب في عام 2003 تقريبا كان لها دور في ذلك. التقارب اللي حصل بين أمريكا وبين الإخوان المسلمين حينما غيرت سياستها إلى سياسة الشرق الأوسط، الكلام المكتوب الحقيقي المكتوب في كتاب الدكتور الأستاذ كان رئيس تحرير الأهرام اللي هو كتاب الوحي الأمريكي، كل هذا الكلام ولغاية عام 2008 كانت عملية الاتصال استسهلت. يعني كان زمان يعني عادي فتحينها البحري مع المخابرات الأمريكية، فكان المفروض ان المساله دي كان ليها حرمه زمان وخطوط بعيده وازاي تكلم الاجنبي وده راح كلم الامريكاني وبتاع. مع الوقت المساله بقت يعني تعالى نتزاور بقى ونتكلم في الرئاسه وانذار للمجلس العسكري انه لازم يعلن النتيجه. وصل الامر ان امريكا بقت هي الحليف الاول في لجماعه الاخوان المسلمين، وبالتالي تدخلت في اعلان النتيجه الخاصه بمرسي وتدخلت في اشياء كثيره جدا. امريكا هي الحليف الاول، حط لي دي استرابه لو سمحتوا، الحليف الاول لجماعه الاخوان المسلمين وتدخلت في نتائج اعلان مرسي وفوزه بالرئاسه. انا واثق من ذلك يعني. واعتقد ان هذا الكلام ايضا يعني من اكثر من مصدر. وانا قلت هذا كلام في الشهاده امام النيابه في تحقيقات حفظت ان انا كنت حاضر وقت ما اتصل احد القيادات العسكريه باحمد شفيق. كنت موجود. وقال له مبروك يا رئيس، خد بالك من هناك، والجمهور يتحرك فعلا، اتحرك وراح. وانا شهدت بهذا ايضا في محضر نيابه علشان بس المسائل تبقى واضحه، وكان المحضر في التزوير. فانا تعجبت يعني، قلت ازاي اتصل باحمد شفيق؟ كانت هي حفله كبيره، وطلب مني المحقق ان انا اقول كانت في بيت مين وبتاع. انا قلت له لا، هو هيجي يشهد قدامك لو استكملت هذه التحقيقات. انا قلت له كده، لو استكملت هذه التحقيقات. وقدمت له يعني فعلا في حد اتصل بشفيق وقال له ان انت فايز بالرئاسه؟ طبعا ده كلام. وبعدين تدخلت المخابرات الامريكيه؟ لا، ما اعرفش بقى مين اللي تدخل. لكن تدخل لكي يجعل الامر ان شفيق عادي بقى ضيف قاعد بعد ما كان مرشح للرئاسه وما بيخرجش وممنوع وبعته الحرس. لا، هو خلاص تحول الى ضيف عادي موجود، والكلام اتقلب 180 درجه. الكلام ده طبعا شهدنا بيه في النيابه على امل ان التحقيقات كانت بتاعه تزوير الانتخابات تستمر. انا عايز اقول جمله بين قوسين عشان في ناس بتقول هو انتم ما وراكمش غير الاخوان. لا، هو في الحقيقه احنا ما وراناش غير امريكا. وامريكا في خطتها الجديده وضع الاخوان المؤثر الاول. وبعدها ب 100 درجه بعض الحركات السلفية والسلفية الجهادية وداعش وسلفية النصرة وكل هذه الأنواع. لأنها بتعتبر معتمدين على الإخوان اعتماد كلي. اعتماد كلي، وكانت مسألة الرئاسة بالنسبة لهم أمل. أمل إن مرسي يتولى، لأن فكرة العالمية والأممية. فإحنا مش بنتكلم في الإخوان لأن إحنا ما وراناش غيرهم. لا، بنتكلم في دور المخابرات الأمريكية في مصر. بالظبط. وانتصارنا في 30/6 الحقيقة كان مش انتصار على الإخوان أو على مرسي، كان انتصار على أمريكا. دي الحقيقة. أمريكا هي اللي كانت في المواجهة مش الإخوان. سيبك من كل اللي بيحصل. صح. دي لازم توصل للشباب اللي يسمعنا يقول لك هو أنتم ما وراكمش غير الإخوان؟ لا، إحنا ما وراناش غير أمريكا والغرب وخارطة الشرق الأوسط الجديد اللي هم عاملينها. هينفذوها ازاي بقى؟ ينفذها بالحوثيين هنا، ينفذها بجبهة النصرة هنا، ينفذها بداعش هنا. المهم ان العملية تتحول الى مذهبية مؤثرة، فتحتجز القطع لصالح المذهبية المؤثرة. تمام. ده كلام شديد الخطورة وبيصب مباشرة في ده، لان انت بتقول انا عندي المعلومات دي من زمان ومن الاول والموضوع بقى على المفتوح. طب لو جينا ناحية الخلية الجديدة اللي تم الاعلان عنها دلوقتي، انت بتتكلم عن اشخاص ما كانوش موجودين، يعني هربانين، وبعدين دلوقتي ظهرت اسمائهم زي ما
مثلا حاله محمود عزت. محمود عزت الى اي مدى هو مؤثر في الموضوع؟ يعني هل هو دلوقتي المرشد فعلا، ولا هل هو بيقود التنظيم الدولي بس، ولا ايه اللي بيعمله؟ بالمناسبة كتاب اسمه الروح الأمريكي تأليف الأستاذ عبد العظيم حماد، وأنا في كل برنامج بنول أنه ذكر اجتماعات وجمعيات وتحركات باليوم بالصعب اللي شاركوا فيها. تمام. وبنصح الشباب أنهم يقروا بالذات الجزء الثاني منه اللي هو هو أستاذ عبد العظيم حماد كان في الأهرام، وكان أيضا رئيس تحرير الشروق في فترة من الفترات. بالضبط. أنا لو أن الأمر بيدي أعطي هذا الكتاب جائزة العام يعني. بالنسبة بقى الموضوع دكتور محمود عزت، هي المسألة دي أصلا مستوطنة في الإخوان. عملية اللي هو العمل السري مستوطنة في الإخوان في شخص محمود عزت وخالد الشاطر، حتى وفاة الأستاذ عمر التلمساني. تمام. في جاي الأستاذ مصطفى مشهور إنه هي مش جماعة واحدة يعني، في لا 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 في كهنة لا بتوع التنظيم الخاص. التنظيم الخاص ده حاجة منفصلة عن الجماعة. تمام. عن الجماعة المفتوحة. الجماعة المفتوحة اللي هم اللي تلموا من الشوارع. يعني اللي جم من الجامعة واللي جم من هنا واللي جم من هنا. فلكن التنظيم الخاص هو من تربى في القسم الخاص. تمام. فده بعد وفاة عمر التلمساني أتى الأستاذ مصطفى مشهور لكي يتولى، فرفض ولم ينتخب. فجابوا الأستاذ حامد أبو النصر. فكان لزاما في المرة القادمة أو في المرة التالية بعد ما مات الأستاذ حامد أبو النصر إن هم ما يعملوش انتخابات، وإلا هيسقط برضو الأستاذ مصطفى مشهور، لأن أنصار التنظيم الخاص كانوا في ذلك الوقت قليلون قليلين. فالأستاذ هم لعبوا يعني جوه إدوا بيع، إدوا بيع على القبر مصطفى مشهور. إدوا بيع على القبر بدون انتخابات. فلما الأستاذ مأمون وقف في القبر وراح قايل مين ده اللي جاي يصلي على الراجل ويدفنه ويدعي له، وبعدين يلاقي قدامه بيعه ويعترض، مش هيحصل اعتراض. فتمت البيعة بهذا الشكل. ثم جاء الأستاذ مصطفى مشهور فولى قسمين، القسم المالي جعل شريانه بإيد خيرت، القسم التنظيمي جعل شريانه بإيد محمود عز. تمام. من هنا بقى سيد، هم دول أخطر اتنين في التنظيم الخاص. بالظبط. هم بقى بيمارسوا إيه الاتنين بالذات؟ محمود عز بيمارس سياسة التصعيد اللي هو التنظيم الخاص والإبعاد. يصعد أعضاء التنظيم الخاص ويبعد الآخرين. ولذلك لم يكن إبعاد عبد المنعم فتوح من سنتين أو من ثلاثة، لا إبعاد عبد المنعم فتوح من زمان قوي. وإبعاد كثيرين زي سيد عبد الستار وغيره وغيره، ده كان منذ أن تولى التنظيم الخاص السيطرة. هذا التنظيم الخاص توقع منه بقى كل شيء، لأنه ماشي على المبادئ القطبية، الغاية تبرر الوسيلة، المجتمع ليس على أصل الإسلام، إحنا الفئة الناجية، إحنا الدعاء. ولذلك لا سيد قطب بيكلم ناس زي بالظبط حسن البنا ما كان حاطط في اول رساله ان الناس انواع، النفعي والانتهازي وكذا والاخوان. يعني اللي مننا بس هو الاخ النشط العامل ده، اما الباقي فاما نفعي او متردد او او. المهم ان الاخر لغي من عند حسن البنا ثم كفر في عصر سيد قطب. تمام تمام. هذا التنظيم الخاص بقى يستحل اي عمل. وهذا التنظيم الخاص هو اللي مرتبط عضويا بالتنظيم الدولي؟ يعني هل التنظيم الدولي ده جزء من تنظيم خاص من كل كان الجماعات؟ زمان التنظيم الدولي ودي جدا. لكن مع التحلل وسيطرة التنظيم الخاص خرجت بعض البلاد. يعني في حرب الكويت مع العراق خرج الكويت. في حرب العراق مع الكويت خرج العراقيين مثلا، واصبح لكل واحد سياسه. الان استطيع ان اجزم ان ما فيش حد مع التنظيم الدولي كتنظيم. الا ممكن يكون بعض بس احنا بنشوف له بصمات يا استاذ مختار. يعني افراد بتشوف، افراد بنشوف مثلا تاثير في بعض مؤسسات الاعلام، حركه اموال هائله بتحصل في اوروبا. يعني مثلا في زياره الرئيس ده لالمانيا، ايوه، مراسلينا في المانيا بيكلمونا حوالين اتوبيسات بتتحرك وعماله تجيب اخوان من كل حته وعماله تحشدهم عشان يحشدوا ضد الرئيس، عشان يبدو الامر كما لو كان يعني ان المواطنين المصريين اللي هناك واقفين ضد الرئيس. فده كلام بيقول ان هم لسه موجودين على الارض وبفاعليه في اوروبا ومعاهم فلوس. حضرتك ممكن تتكلم عن افراد ملياردير مع الاخوان، ممكن تتكلم عن عمليات تبادل في الدول، ممكن تتكلم عن دعم الزكاه لو طلعها امير قطري الزكاه بتاعته. لا يعني ميزانيه بلد يعني تبني شعب الصومال. انما التنظيم الخاص ذاته ده محل خلاف كبير جدا، انما في افراد دوليين بيتعاونوا على تحقيق هذه الخطه، ولا يمكن لا يمكن تمر هذه الخطه التي تطبق في الوطن العربي من غير استخدام افراد من داخل البلاد. وحضرتك شوف الطياره اللي جت من الخارج، الطياره الامريكيه، وجابت ثلاثه الى العراق في بدايه الازمه. كان منهم واحد من الاخوان المسلمين يمثل السنه، ومنهم واحد شيعي، ومن واحد كردي. يعني كانت المساله من البدايه مترتبه قبل حتى ما يقتل صدام وقبل ما ندخل في حرب مع صدام. كبينا ان هم شغالين كده على طول. طيب انا قدام مجموعه من الاسماء، محمود عزت،
محمود عسين، ايمن محمد علي، ايمن جاب الله الاسماء اللي ذكرها. أيوة. هذا البيان الخطير. أيوة. ايه تصنيفك لكل واحد فيهم؟ يعني ممكن يكون محمود عزت من 2012 شغالين يعني. صح. لان ايمن لو هم شغالين من دلوقتي ما يبقاش ايمن فيهم، لان ايمن محبوس على ذمه القضية ولا خيره. انما نقدر هو اللي مش موجود ايمن جاب الله، ايمن محمد علي محبوس بغض النظر. هو يعني ومحمود عزت هو اللي بره. انا بس عايز اعمل مقدمه لهذا، ان انا اتمنى ان انا اسمع بعض الادله الخاصه بهذا التنظيم. الادله كلها من بكره يعني؟ لو من بكره يبقى كويس قوي، لان انا سمعت كتير على الحرق الدهليه واللي عمله في اسم كذا وما شفتش. لا لا، دي بالذات، دي بالذات جاي. لا، القضيه دي بالذات قضيه متذكره كويس جدا، لانها متذكره على مستوى رفيع. واذا حدث ذلك فعلا كما تقول، فاقول لك ان هذا شيء ليس بمستغرب. حتى تفسير اللهم ادفع الظالمين بالظالمين بيفسر خطأ. نولعها بين ده وبين ده. يعني بيفسر خطأ. فما بال حضرتك بقى واحنا عندنا هذا التنظيم الذي يبرر الغاية تبرر الوسيلة فيه. وكلمة الغاية تبرر الوسيلة معناها انه من الممكن ان يقاوم حكم شرعي ويرفضه مقابل ان تكون المصلحه للجماعه، لان الجماعه هي منتهى الحكم الشرعي. هي التمكين، هي الامر غير الجماعه. هي الجماعه. فمن الممكن ان تضحي باحكام شرعيه كثيره عشان في النهايه تساند الجماعه للوصول الى الحكم. ده يبين برضو ازاي الحكم كان بالنسبه لهم حاجه خطيره جدا ثم تحول الى كعك. لان النفوس لم تربى. لكن الحكم بالنسبه لهم كان حاجه خطيره. وكان مصطفى مشهور دايما يقول انتم جيل التمكين فابدلوا. قال يعني خلاص التمكين، طب والناس دي ما تبقاش هي جيل التمكين ليه؟ لا لا لا، هو المجموعه دي. فترسخ في ذهن الالاف الفكر القطبي والانتماء للجماعه الذي يسبق الانتماء للوطن. ثم بدات المساله تتوسع حتى فرط العقد، وبدا ان الذي ينتمي للجماعه هو الاصل. وهو اللي يخدم، وهو اللي كذا. الاموال اللي بتيجي دي حضرتك ليس هناك امانه صندوق في الاخوان. ولا احد يعلم عنها شيء. سداح بداح، اي حد ياخد اي حاجه، بس لابد عن طريق خيرت الشاطر. هو الذي يستطيع ان يعطي المحامي ده مليون، ويعطي المحامي ده خمسه ساغ، يعطي الدكتور ده مليون. هو الذي يتحكم. وبالتالي اصبحت عمليه التوريد والانفاق في غايه السريه بسبب تركيزه. ولا احد يعلم ايضا شيء عن التنظيم، لان دي بايد محمود عزت. غلطه وحيده ارتكبها خيرت في حياته في هذه المساله، حينما وضع اسم التنظيم الخاص على الكمبيوتر. فاستطاع ضابط مباحث شاطر قوي للعلم ولسه في الخدمه اسمه محمد رفعت قمصان ان يقوم بعمليه رصد هذه الحركه كلها. ثم الاستعانه بخبير كمبيوتر امريكي. قضيه سلسبيل ولا قضيه سلسبيل؟ فكشف اعضاء التنظيم الخاص بذلك الوقت. وللاسف بدل من ان يعاقب خيرت، انما لمركزه كوفئ ورقي، واصبح هو الرجل رغم ان هو بوظ الدنيا. بوظ الدنيا خالص. طيب انا بقى بعد الفاصل هرجع لك في منطقه. طبعا انت قلت حاجات خطيره في الحقيقه، يعني اهمها برضو بتاعت شفيق دي وشهادتك عليها. لكن احنا دلوقتي امام تحول. يعني التنظيم ده في البيان بيتقال ان هم شغالين على رصد واختراق الجهاز ومؤسسات مصريه عشان يدي المعلومات دي لبره. ادي واحد النقطه اللي انا واقف عندها وهجي لك فيها بعد الفاصل. هذا التحول الممنهج نحو العنف والارهاب باستهداف قضاه وسياسيين واعلاميين وشخصيات عامه، ازاي التحول ده حصل في العنف؟ كان الاول بيشتغلوا بالوكاله، يعني يسلطوا الجهاديين وبتاع ان هم اللي يشتغلوا لهم، دلوقتي هم بنفسهم. تفسيرها بعد الفاصل، استناكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومعلومات مهمه جدا عن التنظيم والخليه التنظيميه الجديده اللي تم الكشف عنها. معلومات فيها جانب استخباراتي بياكدها مختار نوح بانه العمل مع المخابرات الاجنبيه كانت مساله صارت علنيه لدى جماعه الاخوان المسلمين، ناهيك عن المعلومات الاخرى اللي بيقولها الاستاذ مختار عن احمد شفيق وسر التحول الذي جرى في نتائج انتخابات الرئاسه. دي قضية هتفضل قضية تاريخية الحقيقة في التحقيق. ثم محمود عزت ودوره في التنظيم الخاص، وبقية الأسماء في البيان الذي صدر الآن عن الأجهزة الأمنية. كنت بسألك قبل الفاصل عن العنف والتحول العنف اللي هم رصدين قضاه وإعلاميين وكده، هم بيشتغل دلوقتي بشكل مباشر في عمليات إرهاب.
بس قبل ما اروح دي انا معلش عايز ارجع حته صغيره ان انت قلت لي قبل الفاصل عن اسم محمد رفعت قمصات ده اللي ماسك ملف الانتخابات وده كده يعني بعيد عن المشهد يعني ليه ممسوك ماسك ملف الانتخابات عندك معلومات لا انا عندي غضب من ذلك يعني مش عشان يعني واحد انت بتقول لي عارف التنظيم الخاص عارف كل التنظيمات اشتغل في القسم الديني اكتر من 43 سنه يعني راجل قديم يعني في 81 هو اللي واخدني من ايدي مخرجني لفؤاد علام وبعدين تلاقيه في 99 احسب المده دي كلها وما زال في خبره كبيره خبره رهيبه حافظ اشياء بالاسم هو اللي كشف في قضيه سلسبيل وانا كان هو الضابط وانا المحامي كنا نتناقش الكلام ده مش مظبوط يقول لك طب اقرا الاسماء دي كده يعني ثم في قضايا كثيره جدا اشتغل فيها يعني قضايا دوليه كمان يعني هذا الرجل يعني بتفسر بايه انه قياده كبيره زي دي عنده معلومات عن التنظيم الخاص يكون محطوط في ملف مش في ملفه يعني ملف الانتخابات ما هو احنا في مصر ورثنا الصفات ورثنا الغيره ورثنا الرفض ورثنا الشلاليه هو لسه السيسي عامل حاجه السيسي لسه هينظف كل ده ده قدامه مشاكل كثيره لان ما زلنا في نطاق الشلاليه وكل واحد بيجيب معرفته ما حدش بيبحث عن الاكفأ هذا المرض يعني موجود ومتوغل وعايز له بتر بس احنا عايزين نسال رئيس الوزراء ووزير الداخليه اذا كان يعني الخير ما شهد به اعداء الماضي وقبض عليا اربع مرات قبض عليا اربع مرات اذا كان محمد رفعت قمصان ده عنده خبرات دي كلها في موضوع الاخوان المسلمين والتنظيم الخاص وهو اللي كشف القضيه بتاعت سلسبيل ليه الراجل كده تعتبر ركنه بقى في ملف الانتخابات لابد ان يستفاد منه ايضا يعني مش معنى كده ان احنا قلنا اللواء خالد ثروت يعني لا ده راجل كفء برضه كل اللي مروا على هذه الفتره خالد ثروت برضه مشي انا ما اعرفش والله ما اعرف الا من حضرتك دلوقتي لكن كل دول كانوا كفاءات وكانوا شغالين كويس جدا فدي نقطه اساسيه وانت يعني ازاي هتقدر تعرف حاجه اسمها الضربه الاستباقيه عندهم في الداخليه وما تبقاش لازم تكون فاهمهم لازم تكون فاهم الاسلوب بيدار ازاي وبعدين انت بس واضح ان احنا عندنا مؤسسات تانية برضو فاهمه لا 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 يعني دي قضيه ما لانه مكتوب الاجهزه الامنيه فدي بالنسبه بما ان ما تقالش وزاره الداخليه ممكن تبقى مؤسسات تانية المؤسسات التانية دي طول عمرها شغالة كويس بس يبدو أمن هيئة الأمن القومي يبدو أن الرئيس كان بيفضل أمن الدولة لكن المؤسسات التانية دي اشتغلت في كذا قضية التانيين كانوا بيقولوا له الحقيقة واضحة التانيين كانوا بيزوقوها له شوية يعني لكن بتوع مخابرات العامة كانوا بيقولوا بجد يعني كان في قضية الجاسوس الإيراني فلاح الدين كاجي كان في قضية المعارض كان في قضية ثورة مصر في قضايا كتيرة جدا ما تنسبش لأمن الدولة أي فضل فيها وبنعرفها من خلال عدم ترحيب أمن الدولة بالقضية او يسالوك بعد ما تطلع الخبر طب دلوقتي التحول الارهاب في يعني هنا انت البيان بيتكلم عن عمليات ارهاب مستهدفين فيها ناس الخليه دي مع ان فيها اسمين اعلاميين يعني ايمن جاب الله ده اعلامي بس واضح انه كان في الشق الاعلامي وايمن محمد علي ده اللي هو كان مستشار لشؤون الاعلام فهنا واضح انه الخليه ليها اكتر من جانب هل ده معتاد في البناء التنظيمي ما هي دي طريقه توظيف الراي العام وتحريكه وتثويره اسمها تثوير الجماهير كانت الاول عن طريق المنشورات دلوقتي عن طريق الالكتروني اي يعني اي بدايه هتبدا كده انا عايز ادي لحضرتك حاجه انا يعني نفسي المشاهد يتامل معايا حاجه في 460 واحد قتلوا من التعذيب اثناء حكم مبارك الوحيد اللي قامت له المظاهرات في توقيت محدد خالد سعيد وعلى نفس التوقيت خالد سعيد مات سيد بلال سيد بلال ما خدش مجهودات نفس اللي والبرادع كان في مصر وقت قتل عشرات وقلنا له وده يقول له وده يقول له ومع ذلك لم يقف ولم يتكلمش وما وقفش مظاهرات الا في توقيت معين الحقائق دي كلها هتطرح على التاريخ بتفسروا بايه يعني اتصالات هم في اتصالات ان هو ايه احنا جهزنا هتقولي بقى الحادثه دي احنا هنكبرها ونستخدمها ولو كان الاسم مش خالد سعيد لو كان اسم عباس محمود برضو كانت في هذا التوقيت هيتحرك الجماهير بها لان حضرتك لا تتخيل احنا قمنا بمظاهره في نقابه المحامين عشان عبد الحارث مادي ما شفناش كل هذه الكتل محامي اتقتل من التعذيب وحضرتك اللي عدد اتقتلوا كتير لان هم كانوا في مكتب النائب العام مستشار الرجاء العربي قبل ما تقوم الثوره المباركه 25 يناير و30 سنه لكن الحقيقه ما شفناش هذا الانفعال لكن في لحظه معينه لقينا امريكا بتتدخل والكل والبرادعي بيتدخل والاخوان بيتدخلوا في وقت هي اشياء انا بطرحها للتفكير لان احنا مش عايزين حد ايه
يزعل او يقول لا انتوا يعني متحاملين على الاخوان او على ثوره كذا. لا متحاملين ازاي يعني؟ لا يعني يقول لك متحاملين على الاخوان يعني. انتوا كل ما تقعدوا تتكلموا عن الاخوان ايوه انا كل ما بتكلم عن الاداره القطبيه للاخوان اللي ضيعت التنظيم. اصل القوه كانت في فكره حسن البنا لما قال واما الساعد واما القوه فاقصد بها كذا كذا وقوه الساعد والسلاح. كان بيكلم مين حسن البنا؟ كان بيكلم شعب مصري وبيكلم الجماعه ضد محتل وضد غزو. ما هو للاسف الشديد قوه الساعد والسلاح ظهرت فجاه في ضدنا برضه في التنظيم اللي عمله ضد النقراشي. وتخيل ان في وقت مبكر طبعا في تفجيرات في حاره اليهود وفي تفجيرات السينمات كل دي اعترف بها حسن البنا في رساله اسمها الاعتذارات واعترف بكل هذا. وبعدين يقتلوا مين؟ يقتلوا واحد منهم زي سيد فايز مثلا. فهذا الجمهور يعني مساله يعني مساله الارهاب هنا بقى ده مش تحول غريب ده استمرار لنفس المنهج. ايوه وده تطور طبيعي لتمكن التنظيم الخاص من الجماعه. تطور طبيعي ومرتبط هذا التطور بالكبر والغرور للتميز عن الآخرين. لذلك حضرتك ممكن تلاحظ أن أهم سمة نفرت الشعب المصري كانت الغرور. اللهم أمتنا على الإخوان. ما فيش حاجة اسمها كده اللهم أمتنا على الإخوان. واحد تاني يقول لك أنتوا خايفين من الانتخابات اللي يدخلوا كان ضامن مسألة. هذه الثقة بتذكرني بيوم حنين وبتذكرني بالعقاب الإلهي لما بيجي. ده من ضمن سمات التنظيم القطبي الثقة الشديدة في أنه إذا أشار على البعض زي بالضبط المؤتمر اللي عملوه في الاستاد علشان حرب العراق فقالوا للضباط أن احنا هنجيب 40,000. هذه الثقة في الكلام تديك شعور إلى أي مدى تضخم وتورم هذا التنظيم الخاص. حتى أنه أثر على الناس في الدراسات فبقى يدرس على الأسر المفتوحة اللي هي العادية كتب سيد قطب وأفكار كثير. طيب آخر سؤال دلوقتي إحنا قدام في محمود غزلان بيقول الكلام وقصاده محمود عزت بيقول كلام وفي ناس بتتكلم في مصالحة وفي ناس ما بتتكلمش في مصالحة. هل التنظيم انشق مثلا ولا دي لعبة جديدة بيلعبوها علينا؟ انشق 70 قطعة فيهم القطع الأكبر اللي قعدوا في بيوته. دول مش هتقدر ترصدهم لكن كلهم قعدوا في بيوته. يعني الواحد يبص كده في المظاهرة ما فيش حد فيش حد من اللي احنا نعرفهم. ما انت بتقدر تعلم المسألة في المناطق اللي انت يعني زيتون والمطرية كنت النائب بتاع الدائرة دي قال فين الناس فين القيادات فين الأخ فلان كله قاعد في بيوته. مين بقى اللي بيطلع؟ ناس جديدة جيل أخير طلبة. ولذلك لا تتعجب حينما تجد في ضمن المقبوط عليهم مثلا 15 أحداث 17 و16 سنة و15 طيب سنة. طيب ده انشق والجزء الأكبر قاعد ده الجزء الأكبر. طب كبير الكبير بقى هل في انشقاق ما بين القيادات؟ هل طبعا. احنا أمام مرشدين أو ثلاثة ولا إيه؟ المرشد الأصلي هو محمود عزت وكل من يتحدث بعد ذلك باقتراحات سيكون خارج على محمود عزت. وحكم الخروج على محمود عزت صعب جدا. ايه بقى؟ التكفير. تكفير من يخرج على محمود عزت. يعني استاذ مختار احنا يعني التنظيم ده جه في وقته عشان نفتح الملف يعني على الواسع. احنا من بكره ان شاء الله في معلومات اكتر هتبتدي تخرج عن هذا التنظيم. وانا بستاذنك ان شاء الله ان احنا في الفتره الجايه ايضا نعاود التواصل معاك تشرح لنا اكتر من خلال الورق بقى عشان نفهم واحده واحده ونبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. بشكرك شكر جزيل المحامي الكبير استاذ مختار نوح وكثير من المعلومات والاراء الشجاعه في الحقيقه والواضحه. هو كمان في عضو مجلس قومي لحقوق الانسان. وانت شفت التقرير الاخير للمجلس؟ بس ما تعرضش علينا الحقيقه. ما تعرضش على حد خالص في المجلس الحقيقه. انا بتخابس لان هو قال لي ده في هو قال لي ده في الفاصل ان تقرير مجلس قومي لحقوق الانسان ما تعرضش عليه. انا بقول له التقرير هايل وشجاع فقال لي ما تعرضش علينا. ما اعرفش ليه الاستاذ محمد فايق ما بيعرضش تقارير المجلس القومي لحقوق الانسان على اعضاء هذا المجلس. دي قضيه هامشيه هنناقشها صحفيا واعلاميا لكن بكره بمشيئه الله تعالى. انتوا عارفين وفد كبير جدا من قناه النهار مع مجموعه اخرى من القنوات رايح ان شاء الله لالمانيا لتغطيه زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى برلين. زياره مهمه جدا جدا وفاصله. زياره وشجاعة. مهمه وفاصله وشجاعه ايضا لانه متحدي حاجات كتير جدا انتوا مش متخيلين. والله مش متخيلين يقول لك وليه غرفه صناعه الاعلام واخده ناس وصحفيين يا جماعه انتوا مش متخيلين الحشد ضدنا شكله ازاي يراد تسويق وتشويه سمعه بلادنا. هم عايزين يعطلونا باي طريقه. فزياره مهمه جدا والناس اللي موجودين هناك كلهم زملاء افاضل شجعان ايضا لان هم رايحين وبيقفوا جنب رئيسهم
وجنب بلدهم في هذه الزيارة. هيكون معانا من هناك زملائنا، هنغطي تغطية ميدانية من هناك، في أساتذتنا وزملائنا هيبقوا موجودين هوا من برلين. بكرة إن شاء الله حلقة خاصة عن هذه الزيارة التي نتطلع بإذن الله أن تكون موفقة، ويرجعوا يرجع رئيس ويرجع زملائنا بألف سلامة ألف خير. شكرا مرة تانية أستاذ مختار نوح، ومبروك لمصر على قناة السويس. وأنا معايا حاجة، أول تذكار تاريخي من دي الكاب بتاع الفريق مهاب مميش، عشان فرحان بس فهفضل أقول لكم عليه. شكرا جزيلا، ونشوفكم بكرة تصبحوا على خير.